يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم على الشانل. معكم أستاذ شادي حجازي. اليوم حنشتغل سؤال الـ SGS. في كمان السؤال يمشي على Grade 11 Scientific لأنه هو بيحكي عن Elemental Analysis والChemical Reactions, وكمان بيزبط على Grade 10 لأنه كمان بيحكي عن الChemical Reaction and Stoichiometry. وبالنسبة لكيف منطلع المولوكولار فورميلا من خلال البرسنتج باي ماس. السؤال بيقول By heating to a temperature above 300 degrees Celsius, metaboric acid HXBYOZ اللي هو compound A undergoes dehydration where boron trioxide compound X is formed according to the following balanced equation. يعني نحن عنا compound اسمه A, ما بعرف له المولكيولار فورميلا اللي لقله, بس we denoted it by A. اللي بعرف عنه لهذا الكومباوند انه هو solid من الاكويشن, والكوفيشنت اللي لقله هي 2. هيدا الكومباوند اللي هو metaboric acid تحول, عمل dehydration. dehydration معناتها removal of water, يعني منشيل الماء, وبالتالي one of the products أكيد حيكون عندي water but it's in the vapor أو gaseous state. وعندي compound X كمان ما بعرف له المولكيولار فورميلا اللي لقله, وعندي هون الكوفيشنت B اللي هي كمان ما بعرف الفاليو اللي لقله. شو معطيني given بالسؤال؟ معطيني given المولار ماس للكومباوند A هي 132 grams per mole, ومعطيني given المولار ماس هي للهيدروجين 1, للبورون 11, وللأكسجين 16. وقيل لي أنه the aim of this exercise is to determine the molecular formula of each of the compounds A and B, وأكيد بطبيعة الحال من خلال finding the coefficient X. Part 1 بالسؤال بيقول Graphical study of the progress of the reaction. Document 1 shows the variation in the number of moles of metaboric acid اللي هو compound A and that of boron trioxide اللي هو compound X as a function of time. عنا document عم بفرجيني ال variation لل number of moles لل X اللي لا بلاحظها انه هي عم بتزيد بمرور الوقت, ولل A اللي بلاحظها انه هي عم تنقص بمرور الوقت. هذا شيء طبيعي لانه ال A هو reactant, طبيعي it will decrease as a function of time, and X is a product so it will increase as a function of time. قيل لي بالسؤال انه from your acquired information and document 1 choose with justification the correct answer. يعني نحنا منا نعمل with justification ننقي ال correct answer. هلا يلي the dehydration or reaction of compound A is it slow or fast. يعني أنا لازم ننقي إذا هو slow أو هو fast. بمجرد ما أقدر أرسم جراف بتفرجيني variation ل reactants و products, هيدا دليل إنه هيدا ال reaction هو slow. بس ما بيكفي بقول انه the reaction is a slow since it can be studied as a function of time, لانه هيك ما بكون استعملت الدوكيومنت اللي عندي. بدي اقول انه it can be studied as a function of time and in the time interval مثلا بين الصفر والثمانين, لانه بالجراف هو درس الفاليوز من الصفر للثمانين. اوكي, وهيك بيكون هيدا جواب part 1.1. جواب السؤال مثل ما حكينا انه this reaction is slow اللي هو بناخد answer B since the reaction can be studied as a function of time, وبقول time interval اللي درسنا فيه الكيميكال reaction اللي هي between 0 minutes and 80 minutes. وهلأ منكون وصلنا لpart B. بpart B عم بيقول لي show that the value of the coefficient B is equal to 3. طيب طبيعة الحال هو أعطاني document 1, لو أنا بحاجة لقله لdocument 1 ما يعني ما بيعطيني إياه given. بdocument 1 شو معي given؟ معي ثلاث أشياء بدي انتبه لهم. بدي انتبه أول شيء للend time of the chemical reaction, يعني بأي instant خلص الchemical reaction.
أني صحيح درست الرياكشن للتايم 80 minutes، بس هو الكيميكال رياكشن خلص قبل ال 80، هو خلص تقريبا at 60 minutes. ليه؟ لأنه at 60 minutes the quantity أو the number of moles of reactants and products stopped varying، يعني بطلوا عم يتغيروا الفاليوز للرياكتنتس وللبرودكتس، سبتوا على التايم 60 مينت، وبالتالي نمبر اوف مول للبرودكت اكس على 60 مينت هو 6 مول، ومعي كمان الان زيرو للاي، يعني الان زيرو للاي اول ما بلشنا الاي كان النمبر اوف مول للاي ات تي ايكوال زيرو هي 4 مول. طيب لنجاوب 1.2، كتبنا الإكويشن قدامنا اللي بتقول إنه 2 من الـ A بيعطينا B من الـ X زائد 3 H2O، وكتبنا الإشياء اللي استنتجناهم من الجراف إنه from the graph T equal 60 minutes is the end time أو هي T infinity of the chemical reaction. ليه؟ لأنه since the number of mole للـ A and the number of mole للـ X stops varying. كتبت الجيفن اللي استنتجته من الجراف اللي هي الان زيرو للاي والان انفينيتي للاكس. لاقدر جيب الفاليو للبي بدي اعمل استوكيومتريك ريشيو علاقه بين النمبر اوف مول للاي والنمبر اوف مول للاكس. طيب كيف نشتغل الموضوع؟ بنقول اكوردنج تو استوكيومتريك ريشيو، بقول number of moles لل A على الكوفيشنت اللي هي 2 بدها تساوي number of moles لل A على الكوفيشنت اللي هي 2 بدها تساوي number of moles لل X على الكوفيشنت اللي هي B، وهيك حصلت على relation فيها B number of moles لل X على الكوفيشنت اللي هي B. بس بما انه الـ A reactant بحط R، وبما أنه الـ X هي product هحط P اللي هي simple la produced. هيدي at T equals هي at any time T، يعني at any time T whether the reaction mixture is stoichiometric أو لا هيدي بتطبق. طيب كيف بدي حولها لـ infinity؟ نحن بنعرف أنه at t equal infinity limiting reactant will disappear totally، يعني all the reacted amount of the limiting reactant are the initial amounts أو all the initial amount will be reacted، يعني كل الان zero للlimiting بدون يكونوا هن reacted at infinity. بس بما انه هون ما عنا limiting عنا اصلا reactant واحد، يعني اكيد الreacted من الA اكيد الreacted من الA هو الان زيرو لانه كله حيتفاعل ما حيضل منه شيء. ساعتها لحولها الريليشن وتصير انفينيتي بدل ان للاي رياكتد بحط ان اي زيرو للاي على 2، والاكس هي اكيد الكوانتيتي بروديوست ات انفينيتي على بي، وهيك بنكون حصلنا على ريليشن بس ات اي انستنت ات تي ايكوال انفينيتي. طيب منكفي هلا منحط الفاليوز اللي نحن حصلنا عليهم، الان زيرو للاي كانت 4 over 2، والان للاكس produced at infinity هي 6 over b، وبالتالي بعمل cross multiplication لأحصل على الفاليو للبي، البي بتطلع 2 times 6 على 4 اللي هي 12 على 4 equal 3 مثل ما هو طالب مني برهنة. منكفي السؤال ومنقول يلي بالبارت 2 عنوانه molecular formula of compounds A and X، يعني بدي جيب الـ A شو molecular formula اللي لقله والـ X شو molecular formula اللي لقله. The analysis of compound A shows that it is made up of the elements hydrogen, boron and oxygen، وعندي الماس بيرسنت للهيدروجين قدي وعندي الماس بيرسنت للبورون قدي، وبعرف انه الموليكولار فورميلا للاي هي HXBY
او زد وطالب مني برهنها انه هي اتش 3 بي 3 او 6. Now we wrote the given about this part اللي هو 2.1. نحن بحاجة للمولر ماس للA اللي هي 132 grams per mole. بحاجة للمولر ماس للبورون هي 11. للأكسجين 16. للهيدروجين هي 1. الكمباوند A is denoted by HX BY أو Z. لازم نجيب الX والY والZ. ومع البرسنتج باي ماس للهيدروجين وللبورون. أول ستيب دايما إذا بدي جيب الموليكولار فورميلا بواسطة البرسنتج باي ماس، جيب البرسنتج باي ماس الناقصة، والبرسنتج باي ماس الناقصة هي للأكسجين. يعني أول ستيب بقول البرسنتج باي ماس للأكسجين هي 100 ناقص برسنتج باي ماس للبورون مع البرسنتج باي ماس للهيدروجين، وبالتالي 100 ناقص البرسنتج باي ماس للبورون 25 للهيدروجين 2.27 تطلع البرسنتج باي ماس للأكسجين 72.73%. الخطوة اللي بعدها إني إذا عندي percentages by mass وبدي جيب الفورميلا، الخطوة اللي بعدها طبق law of definite proportion. منقول apply law of definite proportion. شو بقول law of definite proportion؟ بقول انه اذا انا عندي الكمباوند هو HXBYOZ، X ضرب المولر ماس للH على البرسنتج باي ماس للH، بدها تساوي Y ضرب المولر ماس للB على البرسنتج باي ماس للB، بدها تساوي Z ضرب البرسنتج باي ماس ضرب المولر ماس للO على البرسنتج باي ماس للO، بدها تساوي المولر ماس لكل الكومباوند على 100. لنرجع نكتبها. أول شيء خلينا نحكي عن الH، يعني بدها تساوي X ضرب مولر ماس للهيدروجين على البرسنتج باي ماس للهيدروجين، بدها تساوي Y ضرب المولر ماس للبورون على البرسنتج باي ماس للبورون، بدها تساوي Z ضرب المولر ماس للأكسجين على البرسنتج باي ماس للأكسجين equal مولر ماس لكل الكمباوند A على 100. ومانا ننتبه equal مش plus، يعني في تلاميذ أوقات بحطوها plus. لنحط الأرقام اللي معنا هن given. المولر ماس للهيدروجين 1 1 times x x على البرسنتج باي ماس للهيدروجين معي اياها 2.27 is equal المولر ماس للبورون 11 ضرب y على البرسنتج باي ماس للبورون معي اياها 25 equal المولر ماس للأكسجين 16 times z على البرسنتج باي ماس للأكسجين اللي معي اياها او طلعتها 72.73 equal مولر ماس للA هي 132 على 100. دايما بحط كل الاشياء اللي معي هن given بالسؤال وبشوف كيف بدي اعمل equations لطلع الانونز. يعني انا باخد هي مع هي لطلع الX، برجع باخد هي مع هي لطلع الY، باخد هي مع هي لطلع Z. لنكفي حل، قلنا مننا ناخد X على 2.27 مع 132 على 100، بعمل cross multiplication لأحصل على الX انه هي تقريبا حتكون 3، وباخد تاني equation اللي هي هيدا مع هيدا، يعني 11Y على 25 بدها تساوي 132 على 100، وبالتالي بحصل على الواي انه هي كمان approximately equal 3. واخر equation باخدها هي هي مع هي لأحصل على الزد اللي هي 16Z على 72.73 بدها تساوي 132 على 100، وبالتالي بحصل انه الزد after calculation هي تقريبا 6. So the molecular formula of A اللي هي
نحن متفقين انه هي h x b y o z. حتطلع الموليكولار فورميلا لل a هي H3PB3O6 وبيبقى part 2.2 اللي طالب مني to deduce the molecular formula of compound X. يعني بدي جيب ال values بال equation للأم والأن. ال equation مكتوبة قدامنا، نحن already جبنا ال values لل X وال Y وال Z، هحطهم بقيمتهم، يعني 2H3B3O6. جبنا الفاليو للبي اللي هي 3BMON مع 3H2. أنا لما يكون عندي equation فيها missing values، أول law بدي أفكر فيه اللي هو اسمه law of conservation of atoms in a chemical reaction. شو يعني معنات law of conservation of atoms in a chemical reaction؟ معناتها عدد الاتومز اللي موجودين بالreactant side must be conserved and equal to the number of atoms اللي موجودين بالproduct side. يعني إذا عندي بالreactant side 6 هيدروجين، إجباري بالproduct side بدهم يكونوا 6 هيدروجين. إذا عندي بالreactant side 8 بورون، إجباري بالproduct side بده يكون عندي 8 بورون. حنكتب اسم اللو اللي هو من نحل عليه، أكيد بطريقة الإجابة اسم اللو لازم ينكتب. منقول apply law of conservation of atoms in a chemical reaction. طيب انا في عندي اثنين values بدي طلعهم، بدي طلع الفاليو للام والفاليو للان. كرمال الفاليو للام بدي استعمل البورون، كرمال الفاليو للان بدي استعمل الاكسجين. كرمال هيك بكتب 4 بورون، بعمل مثل تيبل صغير، و 4 اكسجين. بالنسبة للبورون خليني أشوف عدد الأتومز اللي موجودين in the reactant site. أكيد أنا عندي بهيدي المولكيول عندي 3 بورون، بس أنا عندي 2 منا لهالمولكيولز، بضرب 2 times 3 بحصل على 6، يعني number of boron atoms in the reactant site هو 6. المفروض يكون equal to the number of boron atoms in the product site. بالبرودكت سايد هي ما فيها بورون، بس هيدي فيها، هون في عندي بورون. ام تايمز 3 او 3 ام، ليه؟ لانه انا عندي ام بورون هون، بس في منها للمولكيول 3، ساعتها بضرب هي 3 هي ضرب هي كلها، يعني هي 3 اللي موجوده هون كاكوفيشنت هي عدد هودي كلهم، وهي 2 هي عدد هودي كلهم. بتخيل كانه في بارنتسيس وبدي اضرب الاعداد، يعني هون عندي 6 هيدروجين، عندي 6 بورون، عندي 12 اكسجين. اوكي، يعني هي التو بدي اضرب فيها. طيب كنا عم نحكي عن البورون، انه عدد البورون هو بالبرودكت سايد هو 3 ام، وبالتالي الام بتساوي 6 على 3 ايكوال 2. لنشوف عدد الاكسجين بالرياكتنت سايد. عدد الاكسجين بالرياكتنت سايد قلنا 6 ضرب 2 12 equals. عدد الأكسجين هون هو 3N اللي موجود بهيدي المول كومباوند، يعني عندي 3N، بس كمان الووتر فيها أكسجين، وهون الكوفيشنت للووتر أو هون لازم الووتر تكون 1، وبالتالي عدد الأكسجين اللي موجودين بالووتر هن 3، يعني بدي احط بلس 3. بتصير 3N equal 12 minus 3، 3N equal 9، N equal 9 over 3
equals 3. بالتالي ال B M O N هي B 2 O 3. وهيك منكون خلصنا سؤال اليوم، وبشوفكم بفيديو جديد. يعطيكم العافية.